مرحبا. من بين أغرب الأماكن على وجه الأرض الينابيع الساخنة اللي بتتكون من مياه معدنية تشكلت على مدى ألاف السنين بإيران، تعتبر من أندر وأجمل العجائب بالعالم لتميزها باللون البرتقالي بسبب وجود نسبة عالية من أكسيد الحديد، وبتحتوي على العديد من الخصائص الطبية بسبب محتوى الملح الموجود فيها. ننتقل لحالة الطقس. عم يستمر الجو بين الصحة والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة لهطول زخات من المطر على المرتفعات الساحلية والشمالية الغربية. عم توالي الحرارة ارتفاع لتصير أعلى معدلاتها بحوالي 2 لـ4 درجات مئوية بأغلب المناطق. الرياح غربية لشمالية غربية معتدلة عم توصل سرعتها ل 30 كم/ساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 60 و90%. أما البحر متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 16 درجة. ننتقل لطقس العاصمة دمشق. عم يكون بين الصحو والغائم جزئيا، عم تسجل العليا 25 درجة بالمحافظات السورية وتحديدا بالمنطقة الجنوبية، فعم تكون كمان الأجواء بين الصحو والغائم جزئيا بسويدا، وعم تسجل العليا 24 درجة بدرعا، كمان كفة طقس غائم جزئيا، وعم تتراوح الحرارة بين 12 و26 درجة، وبالقناطرة عم تسجل الحرارة العليا 23 درجة. بالمنطقة الوسطى عم يكون طقس بين الصحو والغائم جزئيا بحمص، وعم تسجل العليا 25 درجة، وبحما تتراوح الحرارة فيها بين 11 و25 درجة. بالمنطقة الساحلية عم تكون الأجواء بطرطوس ماطرة، وعم تسجل عليا 26 درجة، وعم تتراوح باللاذقية بين 15 و25 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل عليا 23 درجة. بالمنطقة الشمالية عم تكون كمان الأجواء فيها غائمة جزئيا، وعم تسجل العليا 20 درجة بإدلب، وبحلب عم تتراوح بين 11 و22 درجة. أخيرا بالمنطقة الشرقية اللي عم يكون كمان فيها الطقس بين الصحة والغائم جزئيا، وعم تسجل العليا برقة 24 درجة، ومكفي الطقس غائم جزئيا بالحسكة، وعم تتراوح الحرارة فيها بين 10 و23 درجة. أخيرا بدير الزور مكفي الطقس بين الصحة والغائم جزئيا، وعم تتراوح الحرارة بين 14 و26 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة، تبقوا بخير.